هل مثلا ممكن يجوا لك هنيمون يقولوا لك احنا حابين نروح على بلد انت ما زرتيها خلينا نقول او ما عندك اي فكره عنها، هل بتعملي لهم السيرش اللازم أكيد. عشان تعطيهم الحقيقه؟ اكيد بعمل سيرش كبير جدا، بفتح كذا موقع، بدخل على كذا حاجه، بشوف ريفيوز كتير قوي وبقدر افرق بين الريفيوز الفيك وبين الريفيوز الحقيقيه. اوكي ده طبعا بيجي يعني من الخبره يعني طبعاً. كمان ممكن لو في حد راح المكان ده قبل كده بساله. اوكي بيكون افضل يعني انه بتحبي انه يكون عن تجربه شخصيه عشان تكون مصداقيتك اعلى. لا ما باخدش كلام كده من يعني من اي حاجه. طب شوفي بما انه احنا هلا بفصل الصيف واكيد في ناس مقررين يتجوزوا على فصل الشتاء، وين بتنصحي الهانيمونرز بفصل الشتاء تحديدا يروحوا؟ فصل الشتاء في مصر لو داخل مصر؟ خلينا نحكي برا مصر، هلا جوا مصر احنا عايزين 3 4 5 6 7 حلقات بقى، بس خلينا هلا نركز على جزئيه برا مصر بعدين رح ننتقل على برا مصر. في الشتاء على حسب، في ناس بتحب البرد ممكن يروحوا يوروب، بيحبوا المطره لا مفتقدين المطر هنا في مصر يروحوا يوروب، لو بيحبوا مثلا الجو اللي هو التروبيكال الاستوائي يروحوا مثلا فار ايست، يروحوا تايلاند، يروحوا ماليزيا، يروحوا اللي بحبها قوي بالي. حلوه جميله. نيالك نيالك طبيعه شغلك تخليك تسافري. شوفي احنا هنا في هنا احنا من سفر مشاهدينا لكل دول العالم وكل حتى مصر وبرا مصر. ايوه طيب خلينا هلا نيجي لجزئيه داخل مصر، وين ممكن انا كشخص حابب اني اتجوز واعمل هانيمون تبعي داخل مصر، وين في اماكن بتنصحي فيها؟ في كتير قوي، مصر فيها ماتيريال كبيره جدا للسفر. يعني هي محتاجه سنه او سنتين عشان تخلصي الاماكن السياحيه اللي فيها. صح. لو هتسافريهم كلهم. الجونه من الاماكن بالنسبه لي التوب للهانيمون، هاديه كلاسي وما فيهاش زي ما بتقولوا عليها ما عليهاش رجل كتير. حبيت انا صار فيكي صرتي تحكي اردني. بصراحه بحب الجونه. طب ايش في هيك اماكن خلينا نحكي نحمس الناس انه تروح عليها انه اماكن بتشهر الجونه اكثر؟ الجونه هتلاقي يعني يعني الريزورتس اللي فيها او الفنادق بيبقوا عاملين حاجات كتير، اماكن جوه الريزورت نفسه ان انت تقدري تتصوري يعني كل الحاجات الحلوه دي، بس هي كبلد هي صغيره. لو حابه مثلا عم نتطلع طبعا عن شهر عسل في الجونه. لو حابه مثلا تتفسحي يعني ده بيتش في الجونه. ده يعني لو مثلا حد قاعد في اوتيل ممكن يروح البيتش ده. اوكي بجد جميل جدا وزي ما شايفه كده المناظر بجنن صراحه، بكفي المي كمان كيف انه هيك في بتحسي الشط. ايوه ترابي. ايوه هيك لذيذ يعني. زيتونه بيتش ده اسمه زيتونه بيتش. جونه فيها مارينا، اليخوت ممكن يروحوا المارينا ياخدوا يخت. يعني هي كخروجات ما فيهاش خروجات كتير، لو هيخرجوا هيروحوا الغردقه، الجونه ساعه من الغردقه ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني اكسسبل، ولو كلموا اي شركه سياحه في الغردقه تقدر تيجي تاخدهم من الجونه يودوهم بقى اورنج باي مثلا في الغردقه. لسه الحاجات دي يعني هلا حنيجي لاورنج باي، بس بالنسبه للغردقه يعني هل ايش في مثلا نايت لايف هناك اكثر من الجونه مثلا للاشخاص بحبوا السهر اكثر؟ هل في نوع من انواع الخصوصيه ريزورتس معينه ممكن انه كهاني مونرز حابين يكونوا هم لوحديهم حد يشوفهم، بالذات اذا في مثلا عروس محجبه حابه تنزل الميه مش حابه تنزل على بابليك بيتش او تلبس مثلا البوركيني او؟ اكيد في ريزورتس كتيره فيها برايفت بول في اليونت نفسها، سواء مثلا بنقول سويت او غرفه بيبقى فيها برايفت بول خاص بيهم هم، ما حدش يقدر ان هو يشوفهم. بالظبط في كتير جدا في الغردقه وشرم وحتى الجونه فيها الكلام ده. بالظبط يعني احنا هلا عم نشوف برضه كيف ممكن العرسان يقضوا شهر العسل في الغردقه، يعني فعلا مصر جميله بكل شيء عن جد، سواء كان بالبحر بتاعها سواء كان بالاماكن الاثريه والسياحيه، يعني زي ما قلتي الواحد بده 20 سنه ليخلص الاماكن السياحيه في مصر.